السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا مراجعة الصف الأول الإعدادي الترم الأول اختبار شهر نوفمبر. عندنا المنهج الخاص بشهر نوفمبر، الدرس الثالث من الوحدة الأولى والدرس الأول والثاني من الوحدة الثانية. عندنا الرمز الكيميائي لعنصر الكبريت هو سي صوب ما تحته خط. هل ده كبريت؟ لا، ده كربون. تمام. طب أنا لو عايز أعدل أكتب اس، ممكن اكتب اس، لو هو حاطط لي تحت الخط تحت السي. تتسبب المبيدات الكيميائيه، طبعا من اسمها كده اسمها مبيدات كيميائيه، يعني بتسبب تلوث ايه؟ تلوث كيميائي وليس تلوث مغناطيسي. بسبب تلوث كهرومغناطيسي ده زي موجات الموبايل المحمول وهكذا. في المحرك الكهربائي تتحول الطاقه الحركيه الى طاقه كهربائيه. لا، المحرك الكهربائي بيعمل العكس، بيحول من طاقة كهربية إلى طاقة حركية. تمام؟ يبقى الإجابة الصحيحة المولد، من اسم كده بيولد كهرباء، يبقى بيتحول من طاقة حركية إلى طاقة كهربية. بعد كده الشغل المبذول لدفع حائط أسمنتي سمكه 30 متر بقوة مقدارها 60 نيوتن ولم يتحرك. حط تحت لم يتحرك دي معناها إن مفيش شغل مبذول، لان يعني احنا عايز عارفين ان الشغل بيساوي القوه في المساحه في الازاحه. الازاحه دي لما تساوي صفر يعني مفيش حاجه حصلت، يبقى الشغل كله بيساوي ايه؟ صفر. تمام. التوزيع الالكتروني للاكسجين، عندنا التوزيع الالكتروني اول مستوى الطاقه بيحتوي 2 الكترون، وبعد كده بيسمى كي، ومستوى الطاقه الثاني بطرح من 8 رقم 2 هيطلع لي 6، بحطه في مستوى الطاقة الذي يليه. عدد النيترونات في نواة ذرة الكلور، هنا ال 17 اللي تحت ده بيمثل العدد الذري ويمثل عدد البروتونات، يبقى هطرح 35 ناقص 17 هيديني 18، اللي هي الإجابة 18. لحظة وصول الجسم الساقط إلى سطح الأرض، فإن الطاقة الميكانيكية تساوي الطاقة الحركية. إحنا عارفين الطاقة الميكانيكية بتساوي طاقة الوضع، طاقة الوضع زائد طاقة الحركة. تمام؟ طيب طاقة الوضع لما بتوصل للأرض يعني كده إن مفيش ارتفاع، يعني معناها إن هي بتساوي صفر. تمام؟ يبقى بالتالي في الحالة دي إن الطاقة الميكانيكية هتساوي طاقة الحركة فقط، لأن طاقة الوضع هتساوي صفر. تحولات الطاقة في البندول البسيط تشبه تحولات الطاقة في الأرجوحة. الأرجوحة طبعا احنا عندنا تغير بين طاقتي الوضع والحركة. جسم وزنه 5 نيوتن موضوع على ارتفاع 10 متر، يبقى ده الوزن وده الارتفاع، يبقى طاقة الوضع بيساوي كام؟ احنا عارفين ان طاقة الوضع بتساوي الوزن في الارتفاع، يبقى هضرب الوزن في الارتفاع اللي هي 10 في 50 في 10 في 5 هيساوي 50. علل لا تدخل العناصر الخاملة في التفاعلات الكيميائية. ليه؟ أنا عندي مستوى الطاقة الأخير بتاعها مكتمل، هي قاعدة ساكنة ومروقة وما عندهاش أي حاجة محتاجاها، هتروح تتفاعل ليه؟ هي قاعدة ساكنة ومعاها كوباية الشاي بتاعتها وقاعدة مروقة دماغها، يبقى مستوى الطاقة بتاعها مكتمل مش محتاجة حاجة من حد، فبالتالي هي لا تتفاعل مع باقي المواد الكيميائية. النموذج الثاني، تتوقف طاقة وضع جسم على الوزن والارتفاع. احنا قلنا ان طاقة الوضع بتساوي الوزن في حاصل ضرب الوزن في الارتفاع، فالاثنين بيتوقفوا عليه. يعني لو الوزن لو بيساوي صفر يبقى طاقة الوضع بيساوي صفر، الارتفاع بيساوي صفر، طاقة الوضع بيساوي صفر. الرمز الكيميائي لعنصر الصوديوم هو دي طبعا تتحفظ مش محتاجه، ان ايه نحفظ ان كابيتال وايه يبقى سمول. اول عندنا اول حرف من الرموز الكيميائيه لو هما اتنين اول حرف لازم يبقى كابيتال والتاني سمول، بينما اف هو رمز الفلور، دي برضو حاجه تتحفظ، احنا قلنا الرموز الكيميائيه لازم نحفظها. عندنا الطاقه الميكانيكيه لجسم 100 جول وطاقه الحركه 25، أنا عارف إن الطاقة الميكانيكية بيساوي حاصل مجموع طاقتي الوضع والحركة، يبقى أنا عندي هطرح المية من 25 هيديني إيه؟ 25.
وسبعين. القطب الموجب في العمود البسيط، القطب الموجب في العمود البسيط هو النحاس. هو ايه النحاس؟ القطب السالب هو الخرسين، القطب السالب هو الخرسين. جسم كتلته 4 كيلو جرام وسرعته 2 متر على الثانية، احسب طاقة الحركة. عندنا طاقة الحركة بتساوي ايه؟ لازم احفظ القوانين يا شباب، القوانين لازم تتحفظ، من غيرها مش هعرف احل اي مشكلة. يبقى بيساوي نص الكتلة في مربع السرعة، نص احطها والكتلة ابحث فيها هنا في المسألة، الكتلة مدهاني 4 ومربع السرعة 2 السرعة، يبقى 2 أس 2 معناها 2 2 ضرب 2، وادي 4 اللي هي الكتلة وادي النص. بعمل معادلة حسابية بسيطة هيديني 8 والوحدة بتاعت أي طاقة اللي هي الجول. لازم نحفظ الوحدة بتاعت أي طاقة اللي هي بتساوي الجول. في الخلية الشمسية تتحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة كيميائية. طبيعي جدا ان هل الخليه الشمسيه اللي هي موجوده في الشارع اللي هي تلاقيها فوق العمدان وفوق العمارات دي بتتحول فيها الطاقه الكهربائيه الى طاقه شمسيه الى طاقه كيميائيه؟ اذا كان انا باخد منها كهرباء عشان انور، يبقى ازاي هي هتتحول الى طاقه كيميائيه؟ يبقى اجابه خاطئه، هي تتحول الطاقه الشمسيه الى طاقه كهربائيه. توجد النيترونات في نواة الذرة وتحمل شحنة موجبة. لا طبعا، النيترونات بتحمل شحنة متعادلة يعني موجب وسالب، أما اللي بيحمل شحنة موجبة ده اسمه بروتونات. بروتونات. الرمز الكيميائي لعنصر الحديد، احنا عندنا الرمز الكيميائي لعنصر الحديد هو اس. لا احنا قلنا فوق ان اس ده هو الكبريت، الرمز الكيميائي لعنصر الحديد هو Fe. تمام، يبقى الإجابة طبعا خطأ. الطاقة المختزنة داخل الغذاء والوقود هي طاقة كيميائية. اه طبعا طاقة كيميائية، لأن هي بتتحول داخل جسم الكائن. ماذا يحدث إذا زادت سرعة الجسم المتحرك إلى الضعف بالنسبة لطاقة الحركة؟ بيقول لك تزداد طاقة الحركة إلى 4 أمثال. طب ليه يا أستاذ؟ أدي طاقة الحركة، تمام، إحنا عارفين إن طاقة الحركة بتساوي نص الكتلة في مربع السرعة. مربع السرعة. طب هو قال لك إن عين دي بقت 2، ضربها في 2. طيب لما دي تبقى في 2 يبقى كأنها 2 عين أس 2، يعني الاتنين دي بقى كمان فوقيها أس، يعني كأنها بقت 4. يبقى طاقة الحركة هتزداد لأربع أضعاف. ليه؟ لأن أنا عندي في أس هنا 2. منطقة وهمية تتحرك خلالها الإلكترونات حول النواة حسب الطاقة. دي احنا قايلين مستويات الطاقة، كان يعني عندنا النواة الذرة وحواليها مستويات الطاقة بتلف فيها الإلكترونات. عدد البروتونات الموجود في نواة الذرة، ده تعريف العدد الذري، دي حاجات بتتحفظ زي اسمك كده بالظبط. القدرة على بذل شغل أو إحداث تغيير، ده الطاقة. انا بيقول لك انا مش قادر، انا تعبان ما عنديش طاقه، يبقى مش قادر يشتغل. يبقى الطاقه هي القدره على بذل شغل او احداث تغيير. التلوث الناتج عن محطات تحويل ارسال، دي احنا لسه كنا بنقول عليها التلوث الكهرومغناطيسي. يبقى ده التلوث الكهرومغناطيسي بينتج عن استخدام المحمول، عشان كده ما تحطش المحمول جنب ودانك، ما تحطش المحمول جنب دماغك وانت نايم، ابعد عنه بقدر الامكان، لان ده طبعا في موجات بتاثر بالسلب على الانسان. البطارية بتاعت السيارة بتحول من الطاقة الكيميائية، يعني هي في مادة كيميائية جواها، بتحولها إلى طاقة كهربائية. هتلاقي مكتوب عنك في السيارة بتتحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية، دي برضو إجابة صحيحة، ولكن هنا بنتكلم عن البطارية لوحدها، يعني أنا ممكن أستخدم على البطارية، وده يندرج تحت أي بطارية. أي بطارية بتحول إلى من طاقة كيميائية إلى طاقة كهربائية، زي الحجارة اللي بتاعت الريموت مثلا بتحول من طاقة كيميائية إلى كهربائية. البندول البسيط، البندول بيحول من طاقة وضع إلى طاقة حركة والعكس، لأن البندول هنا أدي بيتحرك، هو دي البندول أو البسيط، وممكن يبقى هنا كده يبقى بيتحرك من هنا أو يستمر لهنا، يبقى بيتحول من طاقة وضع إلى طاقة حركة والعكس صحيح. يتم احتساب عدد الإلكترونات التي يتشبع بها اي مستوى من مستويات الطاقه الاربعه الاولى. احنا عندنا اول 4 مستويات اللي هي 2 بيحتوي كي اللي هو فيه 2 ال
في 8 ام 18 ان 32، تمام؟ بينطبق عليهم القانون ده، ان ده اللي هو رقم واحد، يبقى كأن لو عايز اجيب كي مثلا اللي هو 2 في 1 اس 2 اللي هي هيساوي 2، وده المقصود ب 2 ان اس 2. يعني عادي موجودة نيترونات في ذرة واحدة ما فيهاش نيترونات، هيسموها بروتون، هي ذرة الهيدروجين الوحيدة اللي ما فيهاش نيترونات. مجموع طاقتي الوضع والحركة لأي الجسم في مجال الجاذبية الأرضية بيساوي حاجة ثابتة مقدار ثابت. طاقة الحركة لجسم تصل إلى الصفر. إمتى طاقة الحركة لجسم تصل إلى الصفر؟ نرجع للبندول تاني. البندول هنا دي أقصى نقطة. أقصى نقطة معناها إن عين بتساوي صفر. لما عين بتساوي صفر، عين بتساوي صفر، يبقى طاقة الوضع طاقة الحركة بتساوي كام؟ بتساوي صفر، لأن إحنا عارفين إن طاقة الحركة بيساوي نص الكتلة في مربع السرعة. طب عين دي لو هي صفر يبقى كله بصفر. يبقى عند أقصى ارتفاع العين بتساوي صفر، وبالتالي طاقة الحركة كلها بتساوي صفر. تزداد طاقة حركة جسم بزيادة كل من الكتلة والسرعة، لسه كاتبين القانون بتاعها إن نص الكتلة في مربع السرعة، يعني ليها علاقة ما بين علاقة بيسموها التناسب الطردي، لما بتزداد الكتلة بتزداد طاقة الحركة، ولما تزداد السرعة بتزداد طاقة الحركة، والعكس صحيح. الرمز الكيميائي لعنصر البوتاسيوم، لازم نحفظ العناصر يا شباب، الرموز الكيميائية مهمة، الفوسفور الرمز الكيميائي بتاعه رمز بي. عنصر خامل يحتوي مستوى الطاقة الخارجي له ام على 8 الكترونات، يكون عدد الذري كام؟ 18. ازاي عرفت؟ انا عندي ال كي 2، تمام؟ ال ال كي 2، ال ال 8، هو بيقول لك ان الام فيه 8، يبقى 2 8 8، يبقى انا عرفت ان العدد الذري هو قايل لك مستوى الطاقه الاخير اللي هو ام في 8، يبقى 2 و8 10 و8 يبقى 18، يبقى انا عرفت العدد الذري. وما انا ما عرفتش اوزع الالكترونات، وبالتالي اقدر احصل على العدد الذري. العمود البسيط تحتوي الطاقه الكيميائيه، تتحول الطاقه الكيميائيه زي ما احنا قلنا اي عمود بسيط بيتحول الى طاقه كهربائيه. عندك في الشكل المقابل العدد الكتلي اللي هو مجموع العدد الذري، هو كتب لك هنا 17، انا كتبت عليه انا اسف 17 و18. عندنا المجموع الاثنين ده بيساوي العدد الكتلي اللي هو بيساوي 15. عدد المستويات الطاقه المشغوله كام مستوى؟ احنا لسه قايلين 2 8 8، دول ثلاث مستويات. موزعت العدد الذري على مستويات الطاقه لقيتهم كام مستوى؟ ثلاث مستويات. عند سقوط جسم الأسفل تقل طاقة وضعه، إجابة صحيحة. ليه تقل طاقة وضعه؟ الارتفاع يا شباب، مش احنا بنقول الارتفاع بيقل؟ لما الارتفاع يقل يبقى طاقة الوضع بيحصل لها إيه؟ هتقل. عندما ينتقل الإلكترون من مستوى الطاقة الأصلي إلى مستوى طاقة أعلى منه تصبح الذرة مسارة. دي إجابة صحيحة، إن مستويات الطاقة لما اطلع من الدور الاول الى الدور الثاني لازم ابذل طاقه اكثر واخد طاقه اكثر عشان خاطر اتحرك، فبالتالي الالكترون نفس الحكايه بينتقل بطاقه اعلى، ويسمى في هذه الحاله ذره مصاب. النيترونات جسيمات متعادله الشحنه وكتلتها ضئيله، يمكن اهمالها. نيترونات جسيمات متعادله الشحنه، دي اجابه لغايه هنا مظبوطه. النيترون متعادل الشحنة، كتلتها ضئيلة يمكن إهمالها. الكتلة بتاعتها لا يمكن إهمالها. اللي يمكن إهمالها هي الإلكترونات، يبقى نص الإجابة صحيحة ونص الإجابة خاطئة. تمام، نركز نقرأ السؤال كامل عشان نعرف نجاوب، يبقى الإجابة كلها بقت خاطئة. مع ان النص الاولاني النيترون جسم جسيمات متعدده الشحنه دي اجابه صحيح ولكن غير مهمله. الطاقه الميكانيكيه لجسم تصبح صفرا عند وصوله لاقصى ارتفاع، لا اجابه خطا. يبقى طاقه الحركه
هي اللي بتصبح صفر لما نصل لأقصى ارتفاع. ماذا يحدث في حالة الحالة الآتية؟ جذب كرة البندول لأعلى ثم تركها. يحدث تبادل بين طاقتي الوضع والحركة، لأن هي لما بتبقى فوق كده يبقى في طاقة وضع، تمام؟ لما تنزل لتحت كده تبقى طاقة الحركة اتغيرت وطاقة الوضع اتغيرت، يبقى حصل تساوي. وبعد كده طاقة الوضع هنا هتبقى عالية وطاقة الحركة هتبقى صفر، وهكذا. في المفاعل النووي تتحول الطاقة النووية، هو من اسمه يبقى الطاقة النووية جواه، بيتحول إلى طاقة كهربائية، وده بيستخدمه في إنتاج الكهرباء. الطاقة الميكانيكية تساوي مجموع طاقتي الوضع والحركة، حفظنا إن المجموع بين الاثنين ده بيساوي الطاقة الميكانيكية. في منتصف المسافة بين نقطة سقوط جسم وسطح الأرض تكون إيه اللي بيحصل؟ أدي حدفت كورة من فوق ونزلت هنا على الأرض، تمام؟ هنا في المنتصف بقى إيه اللي بيحصل؟ طاقة الوضع، إحنا بيحصل تغير بين طاقتي الوضع والحركة. في المنتصف بالظبط الاثنين بيساووا بعض، يبقى طاقة الوضع هتساوي طاقة الحركة. أقرب مستويات الطاقة للنواة، طبعا هو أول واحد، أو أول واحد أقرب واحد، كي هو أقرب واحد للنواة، فبالتالي ده بيسمى أقرب أبعادها، اللي هو الكيو اللي هو آخر واحد اللي هو رقم 7. الهيليوم رمزه اتش اي، ده احنا قلنا نحفظ الرمز. الذهب رمزه اي يو، نحفظ برضو الرمز. طاقة الوضع لجسم تصبح صفرا عند وصوله لأقصى ارتفاع. لا بالعكس، ده لما توصل لأقصى ارتفاع، احنا قلنا البندول هنا لما بيوصل لأقصى ارتفاع بيبقى أقصى ارتفاع ليه، يبقى طاقة الوضع هي أكبر حاجة، يبقى ده طاقة الوضع أعلى مقدار عند أعلى ارتفاع. طاقة حركة الجسم الساكن تساوي صفر، بإجابة صحيحة. طاقة حركة الجسم الساكن ليه بتساوي صفر؟ علشان عين اللي هي السرعة بتساوي صفر. لما هي السرعة بتساوي صفر، هو ساكن في مكانه ما اتحركش، يبقى طاقة الحركة هتساوي صفر. تدور الإلكترونات في مستويات الطاقة حسب حجم، حسب أحجامها. إجابة خاطئة. هل الإلكترونات بتدور حسب الحجم ولا حسب الطاقة؟ لا، حسب الطاقة بتاعتها. تزداد طاقة المستوى كلما اقتربنا من النواة. إجابة خاطئة. المستويات بتزيد من كلما ابتعدنا عن النواة، كي ال ام وهكذا. احنا قلنا هنا في 2، في 8، في 18 وهكذا، يبقى طاقة المستوى بتزيد كلما ابتعدنا عن النواة. إلى ماذا يشير الشكل ده؟ طبعا دوت اكتب ما يشير إليه الأرقام. عندك ده رقم 1، ده القطب بتاع النحاس، والرقم 2 تحت اللي هو المادة السائلة، تحت فين؟ هنا ده رقم 2 اللي هو الخرسين، وتحت اللي هو المحلول الحمضي اللي هو الحمض الكبريتيك، والعمود البسيط تتحول فيه الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية. وأتمنى إن احنا نذاكر بجد، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.